عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريري الجرائي العام أنه على إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحفلة ركاب تسير ليلا في الاتجاه المعاكس في طريق السيار شرق غرب في شطره الرابط مدينة برج بوعريريج ومدينة اليشير وعلى متنها مسافرون، تم توقيف الحافلة على الفور من طرف مصالح الدرك الوطني. وبتاريخ اليوم 6 من الشهر الجاري تم تقديم سائق الحافلة المدعو قاف باء أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، وتمت متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري من أجل جنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر. هذا وأودع المتهم رهن الحبس المؤقت وأجلت القضية لجلسة 13 مارس الجارية.